بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. وأنا أقف هذا الموقف إصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء عمومتي من عشائر الدليهم والقبائل العراقية الأصيلة وعائلة آل حردان خصوصاً، نقدم اعتذارنا وأسفنا عن الموقف المخجل الذي وضعنا فيه المدعو وسام الحردان في مؤتمر أربيل سيء الصيت من الذين ارتضوا لأنفسهم الارتماء بأحضان اليهود أحفاد القردة والخنازير الذين مسخوا من الله سبحانه وتعالى دون باقي الأمم بظلمهم وطغيانهم، متناسين تاريخ هذه العائلة المجيدة التي قدمت التضحيات في سبيل الدين والوطن. لذا وأنا أقف موقفي هذا نقدم اعتذاري إلى شهداء الحروب والإسلام وكل أقطار الوطن العربي والإسلامي الذين قضوا في حرب المسلمين مع الكيان الصهيوني من أجل القضية الفلسطينية وحرمة البيت المقدس، عذراً للتاريخ وعذراً لصلاح الدين. لن نرى كل هذا الخنوع والتخاذل من هذه الفئة الضالة المضلة، وإننا وبالنيابة عن الجميع لن نساوم عن عروبة فلسطين، ولن نساوم عن دماء شهداء الزكية، وستبقى فلسطين.